كان رجل ينفق ويتصدق، فقالت له زوجته ربما تتغير الظروف والأحوال فعليك أن تعتدل. فقال لها لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. ينبغي أن ندرك أن شهر الصوم هو شهر الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من لامس ألم الجوع والعطش عليه أن يتذكر الجياع والعطاش والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمعدمين في كل مكان، وأن يبادر بالعطاء. رمضان شهر العطاء، وربنا سبحانه يقول أنفق أنفق عليك، أعط الابتسامة، أعط الكلمة الطيبة، امسح رأس اليتيم، قل للناس حسنا. وجزء من العطاء هو العطاء بالمال، الفلوس اللي في محفظتك اجعلها كلها أو جزءا منها على الأقل لفقير ترى في الشارع، أو عامل محطة، أو سائق، أو يتيم، أو حتى العامل السائق الذي في منزلك، أو الخادمة. نحن دائما نتعامل معهم بشكل رسمي، راتبوه ونعاتبه ونحاسبه على التقصير، وننسى أن هؤلاء أولى وأحق من غيرهم من الأباعد.